بتوجيه من السيد رئيس جامعة نينوى الأستاذ الدكتور أسامة إسماعيل المشهداني، شرعنا على بركة الله بتهيئة لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب الذين سيتم قبولهم في كلية الطب في جامعة نينوى. طبعا الاستعدادات كانت عن طريق تهيئة القاعات الدراسية وإعادة تأهيلها وتهيئة المختبرات وتجهيزها بأحدث الأجهزة بما يخدم المسيرة التعليمية للطلاب. أيضا يعني جرت العادة سنويا يتم تشكيل لجان خاصة لاستقبال الطلبة. في البداية يتم الإعلان في موقع الكلية وموقع الجامعة عن آلية قدوم الطلبة إلى موقع الكلية والبدء بالتسجيل. بعد أن يحضرون الطلاب، بعد أن تعلن القبولات، تبدأ اللجان الخاصة بالاستقبال وبطريقة سلسة، ويتم استقبالهم وإكمال الملفات مالهم، ومن ثم مباشرتهم في القاعات الدراسية. بعد ذلك يتم تزويدهم بهويات الطلبة وانتظامهم في العملية التعليمية. صراحة خطة القبول هي خطة يعني مركزية تعلن من قبل الوزارة وبرؤيتها الحكيمة والرشيدة، اللي توزع الأعداد الطلبة المحالين من مخرجات وزارة التربية، توزعهم إلى الكليات في جميع أنحاء البلد حسب الخطة المركزية للقبول. ويعني إحنا فقط تردنا الأسماء مركزيا، وإحنا نباشر باستقبال الطلبة.